كما شفنا اليوم الماتش الاول ديال المنتخب الوطني قدام منتخب كرواتيا اللي عنده بزاف ديال النجوم، الصراحه كان اداء قتالي، منتخب بين لينا وجه مزيان في وسط الملعب، سورتو ملي كنكونوا عندنا لعابه بحال مودريتش في منتخب كرواتيا اللي قادر يعطي الحلول لصحابو، زيرناهم. نتمنى ان الركراكي يكون كاين سباعه التصريحات ديال الجماهير المغربيه، ونحاولوا نمشيو شويه بزاف للهجوم. اللعابه اداو اداء مزيان، ونتمنوا من الله في الماتش ديال بلجيكا ما ندخلوش خايفين. سي فري كانت الصرامه التكتيكيه في الماتش، ماتش اللي صعيب مزيان الحمد لله ما خسرناش نقطه، غادي تعطينا دافع باش نمشيو الماتش الثاني بلوس دو كونفيونس، ونتمنى ان شاء الله الخير وبون كوراج لاسود الاطلس. ميرسي بوكو للجماهير اللي حضروا التيران، الجماهير اللي كانوا في القهوه، المغرب كامل راه وراكم وان شاء الله ما يكون غير الخير. معكم مصطفى من مدينه سالا. اش نقول لكم بالنسبه اليوم المنتخب، اول مره صراحه كنشوف منتخب لعب بالنفس، لعب بالروح، اللعابه كاملين لاعبين ضاغطين وكل واحد شاد البوست ديالو. اذا الماتش الجاي دابا هما خداو اكسبيرينس، خداو ثقه، اذا الماتش الجاي ان شاء الله غيكون واحد النتيجه اللي خياليه. انا كنتوقع غيخرجوا بشي جوج لواحد ولا ثلاثه لواحد، هذه من عندي هذه 100%. الاداء كان زوين بزاف من طرف كاع الجهات، الظهير الايمن الايسر كلشي كان زوين، واخا تعادلنا ماشي مشكل، باقي ماتشات اخرين ان شاء الله وديما مغرب. الفريق الوطني كان في المستوى، ولكن هذه البديه الاولى باقي ان شاء الله العطي يعطي. خويا كان الاداء ديال المنتخب الوطني، قدموا الدراري بون ماتش، منتخب كرواتيا ماشي الخصم اللي سال، والدراري قدموا لنا بون ماتش، ونتمناو ان شاء الله من القدام يشرفونا بشي نتيجه مزيانه. وش نقول لكم اخوتي، الله يدير لي فيها الخير وصافي، وديما مغرب ويلا بلبلوها، وديما مغرب، ولا حسين ولا